شايفاه يعني عادي، بس هي الفكرة بس في الأمان، مفيش أمان، بس عادي لو اخد شقة لوحدي. هنا في مصر ما ينفعش ان البنت تاخد قرار زي ده غير فعلا لما تكون قده. بعد انتهاء فترة الدراسة، هو في اثناء فترة الدراسة مفيش اي مشاكل، بس خارج فترة الدراسة طبعا صعب. مش شايفاها حاجة وحشة ولا حاجة عيب ولا اي حاجة، يعني براحتها. لا ما بحبش كده، يعني حاساها يعني حاجة مش كويسة. هو مثلا لو ضروري ان هي تقعد اثناء فترة الدراسة تمام، انما بعد كده لا، ما مش هتبقى حاجة كويسة. يعني انا شايف انه غلط، علشان البنت دي ممكن يعني تتعرض لأي حاجة طبعا وهي عايشة. اولا الناس مش هتسيبها بحالها، اي مشكلة هتحصل لها ممكن ما تعرفش تحلها، ممكن ما تلاقيش حد جنبها. لا اكيد لا طبعا. ليه بقى؟ لا عشان بين البنات، البنت طبعا غير الولد، ان احنا البنت برضه تخاف عليها اكتر يعني. لا ما رجحش دوت. هو اي نعم لو في فترة الدراسة، لان هي بتدرس وبيبقى معاها طبعا زملاتها في السكن، بس طبعا عكس فترة الدراسة ملقاش لازمة ان هي تقعد من وراء علم اهلها مشاكل، وان البلد مش مضمونة. ممكن، بس الكلام بقى الناس كتير. لا طبعا، هي اصلا نازله عشان خاطر الدراسه، ملهاش لازمه بقى تروح تقعد مع اهلها. ده فكر غربي جاي اساسا بقاله 7-8 سنين من ايام كوندوليزا رايس. فالناس دي ليهم وضعهم وعاداتهم وتقاليدهم، احنا ناس شرقيين. ما ينفعش البنت تطلع من بيتها، ما ينفعش البنت تقعد لوحدها، ما ينفعش اي حاجه من الاحوال. افضل الفكره، لان دي يعني من عاداتنا ومن تقاليدنا ان البنت ما تنفصلش انفصال تام عن اهلها. يعني انا شايفه ان هي فكره غربيه، يعني احنا جايبينها من الغرب. احنا مصريين، المفروض المصريين ده يبقى ليه احنا نقلد؟ مش ما نبقى احنا لينا عاداتنا احنا خاصه بينا، مبادئنا، اسلامنا، مسيحيتنا. برده مفيش ديانه بتحاجه بتحس على حاجه زي كده. انا عشان اقعد في شقه لوحدي اكيد في حاجه معينه او كاستاب معينه انا هعملها في حياتي هيبقى ليها فايده عليا. فانا مش شايفه ان كوني هقعد في شقه لوحدي بعيده عن بابا وماما هيديني فايده او حاجه زياده عن الحاجه اللي انا اوريدي هبقى حاساها وانا في بيت بابا وماما. فمش معنى ان احنا خلاص بقينا شباب ان احنا ننفصل او نبقى لوحدنا يعني. فانا ضد الفكره دي في الحقيقه. دلوقتي احنا كشعب مصري بقينا بنقلد الغرب بطريقه يعني احنا يعني نتحسد عليها. احنا بنقلدهم لدرجه يعني تفوتت اكتر من ان هم اصلا بيعملوه. الفكره هنا جايه من ليه هي بتعمل كده؟ اولا انا مش مع الموضوع ده خالص، بس هي بتعمل كده لان الاهل ضد، ان الاهل مش مستوعبينها، ان الاهل مش فاهمينها، ان التشبع بحاجات ياما في الغرب وعادات سيئه جات لنا. فلا انا ضد الفكره جدا بصراحه، فكره مش صحيحه خالص، غلط جدا، بما انها بتفتقد الجو الاسري وبيتها وعيلتها واسرتها. فانا شايفه ان ملهاش لزوم، مش حاجه كويسه، مش هتقدر يعني انها تحافظ على نفسها زي ما تكون قاعده في وسط اهلها وكده. بصوا لها بصه مش كويسه، لان هو مفيش اي حاجه تدعي ان هي تقعد يعني لوحدها، يعني عادي يعني تقعد مع اهلها، يعني ليه تقعد لوحدها؟ لا لا طبعا، احنا مجتمع شرقي وما يتقبلش ده خالص. يعني المجتمع بتاعنا متقبله، بس يعني هو يعني اهلها عارفين، فبالتالي المجتمع مش هيتكلم. اي حاجه بتتقال بيتقول لاهلها عارفين بس، فبالتالي الباقي ما بيتكلمش. بصي يعني انا شايفه ان طز في المجتمع، يعني احنا ليه يعني كل متمركزين قوي فوكس على المجتمع؟ يعني خليك فوكس على يور سيلف، خليك يعني على نفسك بس. انا شايفه ان انا بعمل حاجه صح، اتس اوكي. المجتمع مش مهم المجتمع يتقبله ولا لا. لما المجتمع يتقبل ان الولد زي البنت واللي يعمله الولد البنت تقدر تعمله، ساعتها بس هيتقبل اي فكره ممكن تطرق على المجتمع. هو اغلب الناس تفهم غلط، مش اي حد هيفهم ده. فانا عشان كده بقول تقعد مع اهلها احسن، اكرم لها. ما دام الدراسه خلصت مفيش داعي بقى تقعد في وسط اهلها، على الاقل تبقى مرتاحه. على ما اعتقد في ناس هتتقبله وناس لا، يعني بس يعني هلاقي شريحه كبيره جدا لا مش هتتقبله. اعتقد ان المجتمع المصري مش هيتقبلها. هو المجتمع عامه بيرفض الفكره دي. مجتمعنا مجتمع شرقي، وعلى فكره شرقي مش معناها عار، مش معناها حاجه سلبيه. شرقي معناها العادات، معناها الاحتواء، معناها الدفى. لينا 100 معنى اكتر بكتير من التخلف، لينا 100 معنى اكتر بكتير من اي حاجه سلبيه.